يحدث بقارتنا من تطورات متسارعة دولية وما يشوبها من أزمات تنامية تأخيرية يفرض علينا اليوم تكثيف جهودنا المشتركة وحشد قدراتنا الجماعية لتكريس مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. فهذا المنطق الذي أرساه الآباء المؤسسون لمنظمتنا القاضية لم يكن يوما مجرد شعار أجوف، بل كان ولا يزال هدفا استراتيجيا بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى وبكل ما يفضي إليه تجسيدها على أرض الواقع من نتائج نتطلع جميعا أن تساهم في بناء مستقبل أفضل لشعوبنا الشقيقة. ومن هذا المنظور تأتي حفيدة لدينا مكان من الدنيا القارية للسلم والأمن عبر استكمال تفعيل جميع الآلياتها المعنية بالوقاية من النزاعات وتسويتها وفي مقدمتها القوة الإفريقية الجاهزة، وذلك بغية توظيفها أحسن توظيف في الاستجابة للتحديات الراهنة.